زيارة غير معلنة وصل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى البصرة في أول زيارة له لمحافظة عراقية منذ توليه المنصب. عبد المهدي تفقد عددا من المشاريع الخدمية والنفطية هنا، متحدثا عن عزمه تعبئة جميع الطاقات لأجل تجنيدها للتنمية والإعمار. اليوم في الاقتصاد في الخدمات يجب أن نحدث تعبئة كاملة في كل مصادرنا، في كل قوانا، في كل ما نمتلك من طاقات موجودة، سواء رسمية، أهلية، وطنية، أجنبية، كل شيء يجب أن يجند للإعمار والتنمية والخدمات. زيارة عبد المهدي قابلتها الحكومة المحلية بعدم الترحيب بسبب عدم علمها بهذه الزيارة، بل وتعرضت للكثير من الانتقادات من قبل أعضاء في المجلس وصفوها بالكارثية لأنها تحمل أبعادا سياسية أكثر مما هي خدمية، وتمثل تهربا من قبل رئيس الوزراء في دفع مستحقات البصرة هنا في ظل عدم لقائه بمسؤوليها. عدم علم الحكومة المحلية بزيارة رئيس الوزراء بالفعل غير مرحب بها وغير محبذ بهذه الطريقة وبهذه الآلية. أعتقد أنه زيارة سياسية، وأعتقد بأن ممارسة رئيس الوزراء لهذا الدور يعلن من خلالها الهروب من مستحقات محافظة البصرة المستحقة على الحكومة الاتحادية. وما يثير الغرابة بنظر مراقبين أن رئيس الوزراء يتجول في البصرة من دون أن يرافقه أحد من مسؤوليها التنفيذيين أو التشريعيين، فالمحافظ أسعد العيداني خارج العراق، أما رئيس المجلس صباح البزوني فهو يتواجد في العاصمة بغداد. المفروض من رئيس وزراء هناك تنسيق مع الحكومة المحلية حتى تكون هناك عمل مشترك أو آلية من أجل إنقاذ البصرة من معاناتها، ومن أجل وضع حلول إلى البصرة والقضاء على هذه التظاهرات المستمرة. إذن ما دام هناك تظاهرات مستمرة، إذن هناك خلل وهناك فشل. وتأتي زيارة رئيس الوزراء فيما البصرة ما زالت تشهد مظاهرات احتجاجية تطالب بالخدمات والتوظيف، فضلا عن تراكم أزماتها. ويعول الشارع على زيارة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى البصرة بأن تكون زيارة حلول لا زيارة وعود كسابقاتها من زيارات كبار المسؤولين إلى المحافظة. سعد قصي، الحرة، مدينة البصرة.